هو استاذ احمد ابو باقه، ومن حق اي مدني ان هو يدين الشرطه في فض الاعتصام اللي تسبب عن قتل الكثير من المدنيين. وحتى لو الانسان ماسك سلاح، حتى لو كان في عدد كبير ماسك اسلحه، فض الاعتصام بالشكل دوت لما انت بتموته وهو بيضرب عليك بسلاح، انت بتصيب عدد كبير جدا من اهله بالتطوف. لكن السؤال لحضرتك، من القاتل؟ الشرطه بالتاكيد اشتركت في القتل، لكن القاتل وحده هو الشرطه ام الذي غيب الناس وطلبهم ان يدافعوا عن الدين كان القضيه دينيه وليست سياسيه لايام طويله، يغيبون الناس ويحوضون الناس على منصه رابعة العدويه ويقولون الناس ان كل من خارج هذا الاعتصام كفار. هنا اسال حضرتك، من القاتل؟ هل القاتل الشرطه؟ نحن نؤمن بان بالتاكيد اي الشرطه لها اخطاء، لكن هل جماعه الاخوان المسلمين لم يخطئوا؟ هل التيارات الاسلاميه لم يخطئوا في افهام هؤلاء الشباب المغيبين؟ انا استاذن، بس احنا مش متحدثين عن الاخوان المسلمين ومش بنتكلم هنا بصفاتنا. انت يا فندم اتكلمت على ان في اباده جماعيه، واتكلمت على ان السيسي اتكلمت عن كل ده. الاخوان المسلمون لهم متحدث اعلامي. رجاء يا اخوان، لو سمحتم يا فندم. حضرتك تكلمت يا فندم عن الكلام ده، حضرتك ادنت السيسي وادنت الشرطه. استاذنك استاذ احمد باقة يوب، معلش نقطة نظام يا جماعة، لو سمحتوا خلونا نحترم النظام، رجاءً نحترم النظام، لو سمحتوا نحترم النظام. حضرتك انا ما بتكلمش على الاخوان، حضرتك مالكش حق انك تمنعني ان انا اسال سؤال. شكرا، في ناس بتدينا النص، لو سمحت الالتزام بالمؤتمر، المؤتمر اللي هم منظمون، نحترم اللياقه في شروط المؤتمر. رجاء يا جماعه، نحن الان نحن لسنا متحدثين باسم الاخوان المسلمين، نحن نتحدث عن قصص سياسيه معينه. استاذ احمد ابو باقه متحدث باسم الاخوان المسلمين، لو سمحت التحالف الرسمي دعم الشرعيه لهم متحدثين باسمه. احنا ممكن نتكلم في الموضوع، ما عندناش مشكله، لكن احنا لسنا متحدثين. انت حدثنا في الموضوع فاحنا كده بنتجاوز حدودنا، نحن نتجاوز عن انتهاكات لحق الانسان بشكل فني قانوني وطبي وهندسي بحت. اللي عنده اجابه في الموضوع اتفضل.